ماهوش نهاية العالم. الحبس هذا الإنسان يتوعى ويقرأ وينسى الصفحة الماضية. راني هنا في المؤسسة هذه بديت نقرأ من الأمية حتى ربي وفقني، وراني لحقت البكالوريا ونكمل في لافاك ونكون قدوة يعني المجتمع باللي قادر. ماشي الحبس هو نقطة النهاية، العكس هو نقطة البداية ونقطة التحول بالنسبة لي في حياتي باش نولي إنسانة واحدة أخرى. أن كل الظروف مهيئة، ما علينا إلا نتمنى النجاح للنزلاء حتى تكون هذه الشهادة يعني يستفيدون منها في الحياة العملية بعد الإفراج عنهم، كما أنهم يستفيدون حتى من إجراءات العفو الرئاسي. بعض الأحيان وإن تكون بعض الإجراءات للعفو الرئاسي تمسهم الذين يتحصلون على شهادات، سواء شهادة تعليم متوسط أو شهادة البكالوريوس.